طالب أهالي منطقة المهجرين غرب بعقوبة الحكومة المركزية والمحلية بإنصافهم من بلدية بعقوبة التي أعطتهم مهلة لسبعة أيام أمر الرحيل أو إزالة دورهم، وتحدثوا بمرارة: إن لم نكن عراقيين فليفتحوا الحدود أو يقوموا بترحيلنا خارج البلد. هاي العوائل لما نبلغوها وين تروح؟ وين تروح؟ العوائل هاي اللي بلغوها هذه وين تروح حتى خلال سبع أيام؟ إذا عجيب هم يعني هم ينطونه مجال فالشهر هيك وين تروح هاي العوائل؟ مو عراقيين إحنا؟ إذا مو عراقيين خلي يسافرون. وكل يوم جايتنا البلدية نشيلكم وهزي نخلة تهزبينا، تعال احنا عمد انطونا شوية مجال، انطونا مجال نجمع ارواحنا منا ومنا وننطف لياساتكم ونشتريها. احنا ما عاصين على الدولة، مو احصاء، احنا ولد هالدولة. لما الدولة ما تسكننا لعد من اللي سكننا؟ من اللي سكننا؟ نروح وين نهج؟ نروح لباكستان، للهند، وين نروح؟ فيما أكدت بلدية بعقوبة بأن تبليغ هذه العوائل وتوجيه الإنذار لهم من أجل إحصاء أعدادهم لغرض تنظيم المنطقة وليس لإزالة دورهم، ولهم الأولوية باستملاك هذه الأراضي وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة. استوطنا أعداد من العوائل ما يقارب 334 عائلة على قطعة أرض تابعة إلى بلدية بعقوبة، وتم حصر أعداد هؤلاء المتجاوزين وتوجيه إنذارات لهم حسب الضوابط والتعليمات، ولكن ليس في نية بلدية بعقوبة هدم هذه الدور والتهجير القسري للمواطنين نهائيا، فقط كان توجيه الإنذار لحصر أعداد المتجاوزين ولتنظيم المنطقة تنظيم صحيح ولإيجاد الخدمات اللي هي مستوصف ومدرسة ودور عبادة لهذه المنطقة. مئات العوائل ينتظرهم النزوح القسري بعد توجيه إنذارات لهم من قبل الدوائر المعنية بسبب ما وصفته بلدية بعقوبة بتنظيم المدن، والأهالي ينتظرون من ينقذهم ويعيد لهم بصيص أمل بالعيش في بلد سلبت حقوقهم في السابق واليوم تسلب من جديد. من محافظة ديالى، حسن الشمري، التغيير الفضائي.